أسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن مواجهات قوية، حيث وضعت المنتخب السعودي في مجموعة ضمن المنتخبين الياباني والأسترالي، أما المجموعة الثانية فضمت 5 منتخبات عربية: العراق، الأردن، عمان، فلسطين والكويت، واللي هتتنافس مع كوريا الجنوبية. وجاء المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب إيران والإمارات. تقام المباريات الدور النهائي من التصفيات في الفترة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، وده طبعا القارة الآسيوية تمتلك 8 مقاعد مباشرة في المونديال، إضافة إلى مقعد في الملحق العالمي. أعلن نادي القادسية الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع الإسباني ناتشو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد. ورحب الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفقة ناتشو، حيث نشر فيديو للاعب معلقا عليه: انتهى الانتظار قائد الأبطال في القادسية. صفقة ناتشو تعتبر الخامسة للقادسية استعدادا للموسم الجديد. ستقاضى اللاعب ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد. ناتشو قائد ريال مدريد قبل رحيله توج ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. كشفت رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي عن مواعيد وتوقيتات الجولة الأولى من مسابقة الليجا الموسم الجديد 2024-2025. بصوا يا جماعه، المسابقه تنطلق يوم 15 اغسطس القادم، وبتنطلق مسابقه الدوري الاسباني مباراه اتلتيكو بلباو وختافي، ودي هتكون يوم 15 اغسطس المقبل، فيما يفتتح ريال مدريد حامل اللقب مشواره في الدوري الاسباني بمواجهه ريال مايوركا يوم 18 اغسطس، بينما يلعب برشلونه مع فالنسيا يوم 17 اغسطس. فانا عايزاكم تبصوا قوي، او يعني نتكلم قوي عن الفكره دي، ان في الدوري الاسباني، واحنا امبارح كنا بنستشهد بيهم في كلامنا في بدايه الحلقه، ان الناس منظمه جدولها بمواعيد بكل حاجه، مش طبيعي النظام. يعني هو الموضوع عادي جدا يبدو بالنسبه لباقي العالم، عادي جدا يبدو بالنسبه لنا احنا مبهر جدا. ليه؟ لان الناس عارفه تنظم المسابقه، مين هيفتتح المباريات، المباراه تنطلق يوم ايه، وكل الارتباطات يا جماعه معروفه. زي ما بقول لكم، الموضوع يبدو بالنسبه لي مبهر، بس هو مش مبهر، هو عادي جدا، عادي جدا، وكل العالم بيعمل كده. بس هي المشكله عندنا، فعشان كده والله احنا بنتمنى ان هي تتحل، وتتحل يعني من اجل مصلحه طبعا الكره المصريه في العموم، يعني ان شاء الله في وقت عاجل كمان تتحل بسرعه جدا. تعال نروح لاخبار اليورو، وهبدا بمجموعه كده من الارقام. المنتخب الاسباني هو افضل الفرق اللي تاهلت لثمن نهائي يورو 2024 بعد ما حقق 3 انتصارات. كمان لم تهتز شباك المنتخب الاسباني في الدور الاول باي هدف، وهو المنتخب الوحيد اللي حافظ على نظافه الشباك في دور المجموعات، بينما تعد اسكتلندا اسوأ فرق البطوله بنقطه واحده وبنفس الرصيد، ودعت البطوله مع التشيك والبانيا وبولندا. نيجي للمنتخب الالماني. المنتخب الالماني هو الاكثر تهديفا برصيد 8 اهداف، وده بخلاف اسبانيا والمانيا. في منتخبات اخرى لم تخسر حتى الان وتاهلت لثمن النهائي، وهي سويسرا وفرنسا وانجلترا والدنمارك وسلوفينيا. طيب احنا لسه مع اخبار اليورو. مباراه التشيك وتركيا اصبحت يعني امبارح اصبحت اكتر مواجهه شهدت بطاقات في تاريخ كاس اوروبا بمجموع 20 بطاقه. المباراه دي انتهت بتاهل تركيا الى دور ال 16 بالفوز على التشيك 2-1، وشهدت 18 بطاقه صفراء وطردين. احتلت تركيا المركز الثاني في المجموعه السادسه برصيد 6 نقاط، وصعدت مع البرتغال لدور ال 16 وكمان معاهم جورجيا، ودع منتخب التشيك.
لسه مكملين مع اخبار اليورو وحضره الاثاره بقوه في منافسات المجموعه الخامسه لبطوله اليورو 2024، وبنهايه المباريات حصدت جميع الفرق 4 نقاط وحسمت الاهداف ترتيب المجموعه وتصدرت رومانيا الترتيب، بينما حلت بلجيكا في الوصافه وضمنت سلوفاكيا التاهل بين افضل توالي، في الوقت اللي تزايلت فيه اوكرانيا البطوله وودعت الترتيب وودعت البطوله، ودي هي المره الاولى طوال تاريخ بطوله اليورو اللي تنتهي فيه جميع فرق مجموعه في دور المجموعات بنفس الرصيد من النقاط، كما ان اوكرانيا اصبحت اول فريق يتزايل ترتيب مجموعته بعد حصد 4 نقاط في البطوله. اخيرا حسم 16 منتخب التاهل الى ثمن نهائي يورو 2024 بعد انتهاء 3 جولات في دور المجموعات، شهدت العديد من المباريات المثيره المنتخبات المتاهله لدور ال 16 في الصداره كالاتي: المانيا، اسبانيا، انجلترا، النمسا، رومانيا، البرتغال، بينما تاهل من مقعد صاحب المركز الثاني سويسرا، ايطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، تركيا، وضمنت قائمة أفضل توالت منتخبات سلوفينيا، هولندا، سلوفاكيا، جورجيا. طبعا بعد نشوف نشوف مع بعض مواعيد مباريات الدور ال 16 من يورو 2024 ونرجع مرة ثانية.